أقيم عصر اليوم مهرجان كأس صاحب السمو الملكي ولي العهد لسباق الخيل، وذلك على مضمار نادي راشد الفروسية بالصخير. أناب صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وبحضور سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة لحضور مهرجان كأس صاحب السمو الملكي ولي العهد لسباق الخيل والذي أقيم على مضمار نادي راشد للفروسية بالصخير. كما حضر السباق عدد من أصحاب السمو والسعادة وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي وجمهور كبير من محبي ومتابعي سباقات الخيل. Thank you.
وفي ختام السباق قام سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة بتتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث قدم كأس الهيئة العليا للنادي إلى المضمر الفائز فوزي ناس، وقدم سموه كأس البحرين إلى سمو الشيخ حمد بن عبد الله بن عيسى الخليفة، ثم قدم سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة كأس صاحب السمو الملكي ولي العهد للجياد العربية إلى المضمر الفائز عبد الله كويتي، ثم قدم سموه كأس صاحب السمو الملكي ولي العهد للنتاج المحلي إلى سمو الشيخ حمد بن عبد الله بن عيسى الخليفة، ثم قدم سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة كأس صاحب السمو الملكي ولي العهد للجياد المستوردة إلى الملك الفائز ماهر لطف الله. وبهذه المناسبة رفع سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله أسماء آيات الشكر والتقدير لرعاية سموه للسباق الذي يقام سنويا تحت رعاية سموه، وعلى ما يحظى به النادي من دعم لسباقات الخيل من خلال تخصيص كؤوس ضمن مواسم سباقات نادي راشد للفروسية، وهو ما يعكس تواصل الرعاية والاهتمام التي تشهدها رياضة الفروسية في مملكة البحرين في ضوء الدعم والمتابعة السامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لتعزيز هذه الرياضة باعتبارها جزءا من تراث وأصالة مملكة البحرين. وقال سموه إن هذا الاهتمام المتواصل قد أسهم في تنامي دور النادي بما يتسق مع تاريخه في تنظيم سباقات الخيل في مملكة البحرين وحصوله مؤخرا على المستوى العالمي الثالث ضمن التصنيف المعتمد لأندية سباقات الخيل العالمية، وهو ما يجعلنا في نادي راشد للفروسية أمام المزيد من التطوير لأنشطة رياضة الفروسية وسباقات الخيل بما يساهم في الارتقاء بمستوى هذه الرياضة الأصيلة إلى مستويات أفضل. وأشاد سموه بالتنظيم والأعداد لمهرجان سباق الخيل على كأس سمو ولي العهد، مؤكدا سموه في هذا الصدد على توجيهات سمو الشيخ عبد الله بن عيسى بن سلمان آل خليفة رئيس الهيئة العليا للنادي وما تم بذله من جهود ساهمت في نجاح هذا السباق. كما نوه سموه باستعدادات الملاك والمضمرين والفرسان وحرصهم على إشراك الخيل ذات المستوى العالي إلى جانب مشاركة عدد من الفرسان العالميين، وهو ما عكس أهمية وموقع هذه الكأس الغالية من سباقات نادي راشد، مما أسهم في زيادة حدة المنافسة القوية التي شهدها السباق للفوز بلقب كأس سمو ولي العهد للخيل. وأضاف سموه أن هذا التنافس يسهم في إثراء هذه الرياضة العربية الأصيلة، وهو الهدف الذي نسعى دائما على تأكيده في سباقات الخيل، مهنئا سموه الملاك والمضمرين والفرسان الفائزين بكؤوس سمو ولي العهد للخيل، مؤكدا على أهمية الاستمرار على هذه الروح العالية من المنافسة القوية في مختلف السباقات.